السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من اتش فيبنج، مستقبل الفيبنج والبود يكسب. سؤال اتسالته كتير الفتره اللي فاتت سواء في الرسائل او في الكومنتس، بيقولوا لي ليه التركيز بالنسبه للريفيوز وبالنسبه للفيديوز الفتره اللي فاتت على البود سيستمز اكتر من المدات والتنكات والكلام ده كله. خلونا ناخد السؤال بطريقه تانية. الناس اللي بتصنع الفيب ده وبتبيعوا، الشركات اللي بتصنعه، هل هم بيصنعوه وبيبيعوه عشان خاطر سواد عيوننا، عشان خاطر فايدتنا مثلا ومصلحتنا؟ ما اعتقدش. اي شركة اي مصنع بيصنع منتج وبيبيعه بيعرضه للبيع في السوق، بيكون عامل الكلام ده كله عشان يحقق ربح. ده بيزنس، عايز يبيع وعايز يكسب فلوس. طيب عشان يحقق ربح وعشان البيزنس بتاعه يشتغل ويمشي، مطلوب منه ان هو يعمل ماركت ستادي او يعمل دراسة للسوق ويشوف السوق ده محتاج ايه، عشان يعرف هو المنتج اللي هو هيصنعه ده هيبيع منه كتير ولا هيبيع منه قليل، هيحقق له ربح كبير ولا هيحقق له ربح قليل. الدراسة دي لما اتعملت على مستوى العالم اكدوا انه عدد مدخني السجاير على مستوى العالم، بغض النظر عن بلادنا احنا العربية وخصوصا مصر وباقي الدول العربية، لما عملوا الدراسة دي لقوا ان عدد مدخني السجاير اعلى بكتير من عدد مدخني الشيشة. جايز احنا في مصر عندنا قهاوي كتير، عندنا ناس بتشرب تفاح وفواكه وبتاع، انما بره في اغلب دول العالم عدد مدخني السجاير اعلى من عدد مدخني الشيشة. فبناء عليه هو بيتارجت او بيستهدف الفئة دي، الفئة اللي هي المدخن السجاير. انت لو جيت جبت له مود وتانك وكلاود وبتاع وتلاتة نيكوتين وكلام من ده ما بيعجبوش، مش ده اللي بيرضيه، مش ده اللي هو عايزه. بالإضافة إلى أن مدخن السجاير متعود على طول أنه بيجيب علبة سجاير بيفتحها بيطلع سجارة يولعها وبيرميها، غير مدخن الشيشة. مدخن الشيشة عارف أنه هو عشان خاطر يقعد السيشن بتاعته عشان ياخد مزاجه، حاجة من اتنين، يا مضطر أنه هو يبقى مثلا عنده الشيشة بتاعته في البيت فبيفك وينظف ويسلك الشيشة ويغسل الفرغة ويسيخ اللي وبتاع، فهو متعود على الدوشة. مدخن الشيشة متعود على الدوشة، أو بيستسهل ياخد بعضه ينزل على القهوة يشرب الحجر ولا الحجرين بتوعه وتنه ماشي. فالفئة الأكبر هي فئة مدخني السجاير، والفئة دي ما بيحبوش وجع الدماغ. فمن هنا نشأت فكرة الاحتياج للبوت سيستم. البوت سيستم بالنسبة لأغلب دول العالم هو الصناعة الأرخص، يعني تكلفة تصنيع البوت سيستم بالنسبة للشركات المصنعة بتكون أقل من تكلفة تصنيع المدات والتنكات إلى آخره. مبيعاتهم في البوت سيستمز أعلى بكتير من مبيعاتهم في المدات والتنكات وكل الشغل الدايركت لانج. فحاجة بيعملوها بسرعة، بيعملوها بسهولة، تكلفتها عليهم رخيصة، حتى لو ربحها ممكن يكون قليل شوية، رغم ان هو نسبة الربح احنا بنحسبها بالنسبة مش بالرقم. يعني هو لو بيبيع المد مثلا بكذا، نسبتهم في الربح تكاد تكون متساوية، بل بالعكس بالنسبة للبوت سيستم عدد مبيعاتهم اعلى، فبالتالي مبلغ ارباحهم اكبر. الكلام ده وبرضه على مستوى دول العالم رخيص مش غالي. فلما هو يتارجت مدخن السجاير يحدف له بوت سيستم رخيص ب 20 مثلا دولار ولا حاجه، فالشخص ده بالنسبه له مثلا لو واحد عايش في اوروبا ولا عايش في امريكا ولا الكلام ده، 20 دولار في بوت سيستم دي يعني بالظبط تمن حوالي 3 4 علب سجاير. فالموضوع بالنسبه له ما هواش مكلف، ما هواش مزعج. وحتى لما البود صلاحيته تنتهي، يعني مش بنتكلم على الديسبوزر، احنا بنتكلم على الحاجات الاوبن بود سيستم مثلا اللي هي الريفيلابل او بتاع، حتى لما البود صلاحيته تنتهي هو بيشتريه بالرخيص. البود ب 4 دولار ب 3 دولار الارقام بالنسبه له مش مرعبه ومش مزعجه. فالقصه كلها اصبحت سهله قوي بالنسبه له، رخيصه بالنسبه له، وسهله بالنسبه للشركات المصنعه، ومربحه
بالنسبة لهم أكتر بكتير من شغل الدايركت لانج في المدات والتنكات. حتى فئة الدايركت لانج هم لما حبوا إن هم يخطبوها أو يرضوها أو يعملوا لها منتج يتناسب معها، عملوا الأول إن وان، عملوا الحاجات زي ما احنا شفنا الفينشي، الار بي ام، الحاجات دي كلها حاجات كده صغيرة وظريفة ما فيهاش الهيدك أو الصداع بتاع المد والتنك والكلام ده. وخصوصا بقولها تاني وتالت ورابع، إن أغلب فئة الفيبرز بره الوطن العربي هم عايزينه كاحتياج، عايزينه عشان خاطر حاجة يقعدوا ينفخوا فيها تحقق لهم المزاج بتاعهم، ما عندهمش الهوس او الشغف بتاع التطوير والابتكار بتاع البلد ومش عارف، مش زينا. لا، احنا عندنا الموضوع ده لعدة اسباب. اولها ان احنا بندي للكيف او للمزاج حيز كبير من حياتنا، هم بالنسبة لهم نفسين ويرمي السجارة على كده. الحاجة التانية ان احنا طبعا بنلجأ للكلام ده عشان هو موفر بالنسبة لنا، بدل ما تقعد كل شوية البود يخلص وترميه او الكويل بتاع التانك الصاب قوم يخلص وترميه، احنا بنلجأ للبلدات عشان خاطر بتوفر فلوس. انت بتغير قطنة، بتغير حتة سلك صغيرة بتاع، بتكون موفرة بالنسبة لنا لان سعر الحاجات دي عندنا في بلادنا العربية غالي. من هنا يعني أصبح فعلا تركيز الشركات كتصنيع وكبيع بالنسبة للبوت سيستمز أعلى بكتير من المدات والتنكات إلى آخره. فلما ده حصل أصبح عندهم غزارة في الإنتاج، يعني كل يومين مطلعين منتج جديد بوت سيستم، مطلعين منتج جديد أول إن ون، مطلعين منتج إلى آخره. طب يا شركات، مداتكو فين؟ تنكاتكو فين؟ كل فين وفين لما بيفكروا يعملوا حاجة من هذا النوع. بلس ان في شركات اصلا هي متخصصة بوت سيستمز بس، يعني شركة مثلا زي موتي، شركة زي دول متخصصين بوت سيستمز بس، ما عملوش وما اعتقدش ممكن يفكروا ان هم يعملوا مدات وتنكات والكلام ده كله. طيب انا كريفيور، انا يعني لا بشتري ولا انا الموضوع كله ان انا بيجي لي المنتج من الشركه عشان خاطر اقيمه واعمل الفيديو بتاعه. فاغلب اللي جاي لنا الفتره اللي فاتت دي هو من نفس النوع، بوت سيستمز وأول إن ون، بوت سيستمز وأول إن ون. فاصبح ان اغلب الفيديوز فعلا بتتعمل بوت سيستمز وبتتعمل أول إن ون، ان هو ده اللي بيجي لنا، هو ده اللي موجود، هو ده اللي الشركات بتصنعه، هو ده اللي الشركات عايزه تبيعه. فغصب عننا يعني، انا بس حبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اقول للناس انه ده مستقبل الفيب، رايح ناحية البوت سيستمز والأول إن ون اكتر. حبيت ان انا برضو اوضح لكم انه هو ده السبب اللي مخلي ان اغلب الفيديوز اللي بتتعمل، ومش على فكرة مش عندنا بس، ومش على مستوايا انا لا، يعني حتى الريفيورز الاجانب، حتى لو دخلت مثلا على تشانلز مشهوره مثلا زي ريب تريبرز، زي مايك فيبس، زي زوفي، زي الناس دي كلها، هتلاقي ان اغلب الفيديوز بتاعتهم الفتره اللي فاتت اول ان ون وبوت سيستمز. فده السبب وده توجه الفيب الفتره اللي جايه نتيجه احتياج المستخدمين. ولكن احنا في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان بنبص بس على مستوى مصر أو على مستوى الوطن العربي أو الكلام ده كله، ولكن الشركات دي لما بتصنع وبتتارجت وبتبيع بتبقى بتستهدف العالم كله. فزي ما قلتها في أول الفيديو وأختم بيها الفيديو، الفئة الغالبة أو السائدة من الفيبرز على مستوى العالم كله أو من المدخنين على مستوى العالم كله بالنسبة لتدخين السجاير أو للفيبنج الـ MTL اعلى بكتير من مدخني الشيشه ومدخن والفيبرز بتوع الدايركت لانج. بشكركم واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ويلا نلحق نفسنا.